للمتابعة وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي. حياك الله دكتور جمال معنا ومساء الخير. يعني ما بين اليوم العالمي للصحة النفسية 10 أكتوبر وما بين هذه الجائحة التي ضربت العالم وما أحدثته أيضا نفسيا على حد قول منظمة الصحة العالمية، هل هناك فعلا تأثيرات وكيف رصدتها أنت وتابعتها؟ طبعا سؤال جميل جدا. منظمة الصحة العالمية الآن هي تنوه أكثر شيء اللي هو من ناحية الجائحة الردود الأمراض النفسية وارتفاع نسبها بحد أعلى جدا مما كان متوقع، والدليل على ذلك أنه زيادة الاضطرابات النفسية خاصة الاكتئاب والقلق وحتى نسميها اللي هي الخوف من الخروج أو المواجهة، أحيانا كثيرا نسميها أنه هي التوهم بالإصابة بالمرض مع أنه عدم وجود المرض، لدرجة أنه في ناس أصبح مصاب بالهوس أو الوسواس القهري، ونجد أنه في ناس كثيرة حتى الآن ازدادت أعدادهم في الزيارة إلى العيادات الخارجية على مستوى الوطني أو المحلي أو على الخارج المملكة العربية السعودية، وهذا نتيجة متوقعة نتيجة الجائحة لجهل الإنسان كيف يتعامل مع هذه الجائحة بطريقة خاصة من الناحية النفسية، كيف أنه هو يتعامل معها باطمئنان وعدم القلق والتوتر. ناهيك أنه هناك نسبة من المرضى نتكلم عنه 12% إلى 20% من الناس مصابين بالقلق والتوتر، وهذا طبعا تزداد نتيجة الجائحة من الخوف من يعني ما يحمد عقباه، لأنه إلى الآن لا يعني يجد علاج يعني ناجع لهذا المرض، وليس هناك حتى إلى الآن تطعيم ظهر يحمي أو يقي الإنسان من هذه الجائحة، ولذلك تزداد الاضطرابات النفسية خاصة ما تدور حول أو ملتزمة بمرض الجائحة النفسية اللي هي القلق والتوتر والاكتئاب. جميل. طيب دكتور جمال، يعني في ظل هذه الجائحة التي تمر على العالم، يعني هل فعلا لمسألة متابعة الأرقام اليومية لتسجيل الإصابات في العالم، وأيضا هناك دول حدثت فيها موجة ثانية والضغط النفسي من هذه الناحية، هل فعلا يسبب ضغطا نفسيا على شخص سواء باكتئاب أو بقلق أو غيره؟ وأيضا أنت كصفتك مستشار نفسي بماذا توصي الناس في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟ سؤالك جميل جدا، لأنه أكثر من يعني عامل، وخاصة اللي هم نلاحظه الآن أنه أصبح الناس يرتقبون أو يعني يتابعون نسبة الإصابات وعدد الوفيات والحالات الحرجة، وأصبحت كأنه يتابع، يعني إحنا نتكلم كأنه يتابع بورصة المالية من الكسب ومن الخسارة، وهذا ما نوهت عليه منظمة الصحة العالمية أنه الابتعاد عن متابعة هذه الأخبار ومتابعة الأخبار السيئة أو متابعة الانتشار المرض أو الوباء، والمحاولة الاستماع إلى ما هو يرفع المعنويات لدى الإنسان والأشياء التي تبشر بالخير من احتمال وصول العقار أو وصول اللقاح في أقرب فترة ممكنة، الأمل في أنه إحنا إذا حمينا نفسنا أنه هذا تقل النسبة، كما إحنا وجدنا الآن أنه غسل اليدين ولبس الكمامة من أفضل الوسائل لوقاية الإنسان من هذا الإصابة بهذا المرض. لكن متابعة الأخبار سواء نسبة الإصابة الوفيات الحالات الحرجة هي بحد ذاتها تجعل الناس يعني يصبحون في ما نسميها الرهاب ما بعد الصدمة، أنه كانت في صدمة اللي هي إصابة الكورونا، والآن هنتكلم عن الموجة الثانية اللي هي بدأت أوروبا وأمريكا تخشاه خاصة قرب فصل الشتاء وتغير الفصول، أنه هناك نسبة كبيرة جدا، ونحن نجد الآن حتى النسب عالية جدا خاصة في بريطانيا وفي فرنسا، أصبحت الأرقام متضاعفة والإصابات مخيفة، ولذلك نحن نقول إن الحمد لله إحنا في وطننا لا زلنا بأعداد قليلة جدا والوضع مسيطر عليه، ولذلك إنه يجب أن نتجنب هذه الأخبار وتناقل هذه الأخبار، وحتى منظمة الصحة العالمية طالبت إن إحنا نبتعد عن المصادر الغير موثقة واللجوء للمصادر الموثقة لوزارة الصحة، الإعلام، الداخلية، وعدم البث الأخبار أو الشائعات اللي هي تزيد رهبة وتزيد اضطراب وعدم شعور بالأمن من ناحية هذا المرض وانتشاره. صحيح. طيب دكتور جمال، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، كيف تتابع ثقافة الذهاب للعيادة النفسية لدينا في المملكة، وأيضا محاولة تحسين الصورة النمطية عن هذا العلم الذي ربما يلامس حياتنا الواقعية؟ أعتقد أن السؤال جميل جدا، أنه بدأ المجتمع السعودي، وأنا أقول الحمد لله، في وعي زايد جدا، وأصبح الآن المواطن السعودي يقدم على الحضور إلى العيادات النفسية
بدون حرج وبدون تخوف كما كان في السابق. يعني قبل 5-6 سنين كان نجد المواطن يتردد وكان يشك في العلاجات ويشكك في أنها تسبب يعني إدمان، وأفكار كان أنه ما يذهب إلى العيادة النفسية إلا من هو في أشد الحاجة، أنه فاقد الآهلية أو إنسان يحتاج أنه يقفل عليه في منزله أو في المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية، وكان هناك أفكار خاطئة ومفهوم خاطئ عن الأمراض النفسية. الآن أصبح المواطن أكثر اعتدالا، أكثر ثقافة، أكثر إدراكا، وأصبح يلجأ إلى هذه العيادات، وكان عنده أفكار مختلف تماما، وأصبح يناقش بأريحية ودون شعور بالعيب أو الخجل أو أنه هو إنسان يعني موصوم بأنه مريض نفسي. نجد أن هذا تغيرت تماما، وهذا أحد الخطوات اللي أصبحت يعني بسبب الإعلام اللي يبذلوا وتبذلوا أنتم كزملاء لنا في الطب، نساعدتونا في رفع الوعي صراحة، وفي يعني حتى نشر الثقافة أنه لا عيب، وأنه حتى منظمة الصحة العالمية تشدد على هذا الشيء أنه لا صحة بدون صحة نفسية. وأنا أعتقد الإعلام له دور عالي جدا. أعتقد أنه يجب أن احنا نلجأ أيضا إلى وسائل التربية والتعليم في المدارس وفي الجامعات ببث هذا المفهوم وتغيير المفهوم الخاطئ عن الأمراض النفسية وعن الصحة النفسية. بدل ما نقول المرض النفسي دائما نقول احنا الصحه النفسيه لدى الناس، ان ايش هي، انه ما في عيب اني اروح افحص، خاصه اذا انا شعرت باي اعراض قد تكون يعني مؤقته او عارضه. وانا اعتقد انه الاعلام له دور كبير خاصه في المملكه العربيه السعوديه في رفع الوعي والثقافه للمواطن السعودي. جميل، شكرا جزيلا لك استشاري الطب النفسي دكتور جمال الطورقي، كنت معنا هاتفيا.